طيب على المستوى الغربي والدولي أيضا نعلم من الآن أن جو بايدن ربما استخدم ورقة العقوبات، برأيك هل هذه الخطوة الأمريكية قد تكون كافية للضغط على الدعم السريع؟ نحن نظن أن العقوبات ربما يكون لديها تأثير، لكن الآن نحن نريد تأثير على الأرض، نحن نريد أن نوقف هذا القتال، نريد خروج القوات المقاتلين الأجانب. المعلوم للجميع أن الدعم السريع استعان بمقاتلين أجانب الآن موجودين، الناظر إلى خارطة الوسط أفريقيا يعلم أن هنالك كثير من المقاتلين الأجانب موجودين. عندما نتحدث عن خروجهم من وسط الخرطوم، عندما نتحدث عن خروجهم وإخلاءهم للمناطق الخدمية ومناطق السكان، نعني بذلك أننا لا نريد أي مظاهر يمكن أن تمنع عودة الحياة الطبيعية إلى بلدنا. طيب جدير بالذكر أنكم كنتم قد دعوتم خلال الأيام الماضية لترك السلاح مقابل العفو، سؤالي لك هل يمكن أن يدمج تاركو السلاح في الجيش السوداني وقريبا؟ نحن الآن كثير من المجموعات الدعم السريع الموجودة في معظم أقاليم السودان وضعت سلاحها وانضمت للقوات المسلحة، هذا أمر مفرغ منه. نحن نرحب بكل الأفراد الدعم السريع الوطنيين الذين يريدون أن يكونوا جزء من منظومة الدفاع عن الدولة السودانية، نحن نرحب بهم ونقول لهم مرحبا، أنتم جزء من هذه المنظومة، انضموا لتعملوا مع أخوانكم في حماية الدولة السودانية، ويجب أن لا تعملوا لحماية أشخاص أو لحماية أطماع أشخاص محددين.